ايه اللي في ايدك ده يا فنان؟ ده كارنيه رئاسه الجمهوريه بس معقربينه شويه. يا نهار اسود، رئاسه الجمهوريه بتعمله لمين ده؟ لعم عبد التواب السواق. هو عبد التواب عايز يبقى رئيس جمهوريه ورقر؟ رئيس جمهوريه ايه؟ ده كل ما يقف في لجنه ياخدوا منه رخص، قلت اعمل له الكارنيه ده عشان يسيبوه في حاله. اه طب ما تعمل لي كارنيه نادي الشمس. روح افتح الباب يا سعيد. دماغي انت لوحدك يا عمر. مساء الفل يا خال. اخترت ليه يا احباب انت راح؟ مفيش. برقص في خطوبه البنت عزه. عارف كنت برقص مع مين يا عمده النهارده؟ مين اخويا؟ حد يخصك يا انتخا. عينيات. الله الله الله، ايه يا سعيد الواد ده بيكلمني كده ليه؟ كانه واحد صاحبي. ايه يا عبد الله؟ اختش عيب. بهزر معايا يا برنس. هتزعل الحاج قدك ده؟ انا قلت صاحبك قلت الغيه يعني، وانت عارف يا عمده انت حبيبي يعني. هي نار الغيره، نار الغيره. عاجبك كده؟ عنده حق. بتكلم في غيره وهي تخصك. بقول لك احنا ما نخلص بقى، اتجوزها. هي نهايات وحشه زي الفل، مشيت مع المنطقه كلها ما عدا انا وانت. اهو انت موافق؟ انا موافق. وانا موافق. ايه الليله اللي مش هتعدي على خير دي؟ مالك فارق ورايا كده ليه؟ ولا كانك في مصيبه يا جدع. يا سيدي لا مصيبه ولا حاجه. رامي اللي كانت جايباه فلوسه دلوقتي خلاص مش همه الفلوس، يعني استبيع وما بقاش له ملكه، لا هينفع معاه بلطجه ولا كلام، عشان كده بقى هجيبها له من فوق. تأخر للزفت ده كمان. ايه اللي اخرك كده؟ ده انت كل ده بتكوي قميص. اعمل ايه؟ طب يا برنس ما كواجي لطعني جنبه، وكل ما اقول له خلص يا عم يقول لي مش كفايه بتكوي شكوك. وانت لسانك مقطوع؟ قول له دخلت التاريخ انك بتكوي قميص البرنس، ليك الشرف. خد ده مفتاح الكومودينو بتاعي. من غير ما امك ما تحس تجيب لي المكوه ولا هتضرب عليها هي كمان. مش هترجع بقى يا خال. مش وقته. انت رايح فين؟ داخل دوره الميه، مزنوق من عند المكواجي مش قادر. هي حبكت. طب خلص بسرعه عشان نازلين. عبد الله. ايوه بقيت معاك الشسوار والجل. وقف الباب وراك. رايحين فين يا ابني؟ رامي مش ساكن هنا. لا ما هو قاعد على قهوه في القريب كده يعني. قهوه؟ لا يا ابني ما ينفعش اقعد على قهوه. يا ابونا ما حضرتك جاي تعمل خير برضك. ايوه يا ابني بس قهوه دي بيقعد عليها. ان سرت في ظل وادي الموت فلا اخاف شرا لانك انت معي. يا سعيد يا ابني انا مش خايف بس القهوه دي ما ينفعش يقعد عليها رجل دين. ماشي يا ابونا انا هتصرف. تكون مشيتك يا رب. على جنب يا خالد. اتفضل ابونا. اتفضل يا ابني. وعندك اتنين حصى ميزه مع اتنين عياده وتلاته بندق مع تلاته كريمه واتنين طياره. صباح الهنا على اكبر تاجر سيارات عندنا. اتفضل يا ابونا. اهلا يا ابونا. ايه الخطوه العزيزه دي؟ كنت عند خالي ياما. يا خوت انت رزع ذاكر كلمتين يمكن تفتح ده انت في الدبلون. ياما انت كل ما تشوفيني تقول لي الكلمتين دول. خلاص خلاص يا عبد الله اقعد ذاكر انت في اخر سنه حبيبي. حاضر يا ابو حاضر ربنا يخليك لي. حاضر جدع يا عبد الله ربنا يهديك يا ابني. شفتي مش كله يجي ناشف في ناشف. يا ابونا ده نصاب. انا نصاب يا رامي؟ حقك عليا يا ابني. يا حبيبي سعيد دفع لك تمن العربية التانية ولا لا؟ دفع يا ابونا بس ده مش حقها، سعيد كان يقصد. جاوبني يا ابني على سؤالي. دفع لك تمن العربية ولا لا؟ سيب ده لبعدين ما تفتحوش دلوقتي. لا نفتحه يا ابونا. أنا مستعد أدفع تمن العربية بس بالقسط. يا ابونا كل اللي يهمه إنه يتلايم على العربية، إزاي مش مهم؟ طب أنا أسأل سؤال. أنا كنت بدفع قسط اللي فاتت ولا لا؟ بالزق والعافية.
ولولا ان انا متابعه ما كنتش هحصل من حقها حاجه. يا رامي يا حبيبي احنا بعدنا عن الموضوع اللي انا جاي علشانه. نرجع تاني للعربيه اللي اتحبست فيها. انت كدبت عليه وسرقته ودي خطيه يا حبيبي. كدب عليا وسرقته؟ معلش معلش يا رب. ميتها يا ابونا.